سحب قرعة جائزة الأحداث المغربية. حل فريق من الأحداث المغربية بمكتب الموثقة الأستاذة سناء نداوي في الدار البيضاء لإجراء القرعة الخاصة بالمسابقة اللي نظمتها الجريدة بمناسبة عيد ميلادها 19، وهي الجائزة اللي كتخول الفائز الحصول على شقة مؤتتة. المسابقة اللي اتخذت صيغة سؤال يومي تم نشره في جريدة الأحداث المغربية على مدى 22 يوم، ضمت سلسلة من الأسئلة المرتبطة بالثقافة المغربية عموما، حيث كان كيتوجب على المشاركين الجواب على السؤال عبر بعض القصائم 22. وعرفت المسابقة نسبة مشاركة كبيرة. وعلى بركة الله قامت الطفلة وئام الشهب بسحب الظرف الفائز، واللي ابتسم من خلاله الحظ للسيد أحمد مبرور من الدار البيضاء، واللي فاز معنا بشقة مؤتتة الأحداث المغربية، وهي كتبارك للفائز السيد مبرور أحمد. ألو، السلام عليكم. وين؟ السلام عليكم. سي مبرور أحمد هذا؟ الوطير اللي كيعيط لك. شاركتي في مسابقة ديال الأحداث المغربية ياك؟ وسيدي مبروك، راك ربحتي. تقدم بشكر خاص للمجموعة الجامعي والموثقة الأستاذة سناء المهداوي للمساهمة ديالهم الفعالة في إنجاح هذه المسابقة.